الكلنا تشغلنا تحديات اليوم بتاعنا، وأحنا معكم باش نسمعوكم ونوصلوا أصواتكم للمسؤولين. مع المواطن برنامج أسبوعي يهتم بمشاغل المواطن ويقدم الحلول بحضور المسؤولين على الحياة فهم. باش تتفاعلوا معنا كلمونا على 70 035 120. مع المواطن، كلمتك مسموعة. متابعي إذاعة الحياة فهم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن، البرنامج اللي يسلط الضوء على مشاغل المواطنين وين ما كانوا ويحاول يقرب منهم أكثر ما يمكن ويبلغ صوتهم. مع المواطن أكيد من خلال الحصة هذه نحاول نلقاو حلول مشاغلهم. هذاك علاش في برنامجنا باش يكون المواطن وجه لوجه مع المسؤول، ويكون فما تفاعل في كل المواضيع اللي باش نطرقولها في كل حصة جديدة. حلقة الجمعة هذه باش تهزنا لمنطقة الباطن، المنطقة اللي تبعد على القاهرة والمدينة 10 كيلومتر تقريبا. المنطقة هذه تعد 17500 ساكن، لكنها تفتقر العديد المرافق وتعاني من برشا مشاكل كما برشا مناطق أخرى. باش نتعرفوا أكثر على موضوع حلقتنا اليوم شوية آخر، نخرجوا فاصلوا بعد نرجع. كنا تشغلنا تحديات اليوم بتاعنا، وأحنا معكم باش نسمعوكم ونوصلوا أصواتكم للمسؤولين. مع المواطن برنامج أسبوعي يهتم بمشاغل المواطن ويقدم الحلول بحضور المسؤولين على الحياة فهم. باش تتفاعلوا معنا كلمونا على 70 035 120. مع المواطن، كلمتك مسموعة. رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا اليوم. كالعادة مانيش وحدي، يحضروا معايا ثلة من الضيوف، سعيد جدا بوجودهم معنا اليوم. باش نتعرفوا عليهم أكثر يحضر معنا رئيس بلدية القيروان سي رضوان بودان. مرحبا بك سي رضوان. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. نورت سيدي. كذلك يحضر معنا سي حاتم المجري، مواطن أصيل منطقة الباطن. مرحبا بك سي حاتم، نورتنا. كذلك يحضر معنا سي نزار الحمداني، مدير جهوي لديوان الوطني للتطهير. مرحبا بك سي نزار. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الحياة فهم. نورتنا سي نزار. في البداية نتابعوا مع بعضنا روبورتاج من عداد زميلنا بلال دريدي، وبعد نرجع. حسب الناس مجتمع مدني نسقيت الشباب بالباطل. والله هو الاشكال اول حاجه المصوصو رو كارثي، ما يجيش مصوصو. اول حاجه الحيط طايح ما هنا، لا البوبيل دايره به من كل شيء من داخل، ما لعنا اكسجين حتى كيتيح مريض ما نقوش يعني استعجالي، بعيد علينا شويه نحن، واحنا الباطن كبيره شوي. 17000 ساكن و يفتقر لبارشا معدات. ونجو احنا مثلا ناخذ اول حاجه نجو نحنا في الدواء، الدواء تتعدي عند طبيبه وما تلقاش دواء. اول حاجه انا حيط هنا طايح نتاع المصاص، يعني يدخلوا له الحيوانات، يدخلوا له اي حال اي واحد ينجم يدخل ونجم يحل المصاصو، ولا حد لا من يسمو. هو اول حاجه نعملو البارير هذا طايح ونصلحو فيه الات من داخل. ثاني حاجه المصاصو نص النهار ولا ما ساعه يسكر، ونحنا ما نلقوش يعني ثم الخدام يجي يسيب نص النهار ما ساعه يجي يقم المصاصو مسكر، ثم طبيب يجي مشكورين هم يجوا الطب. ماذا بينا نحنا يجي نهار اثنين ويجي وسط الجمعه ونهار السبت نجي ناخذ نلوج على الدواء ما نلقاش الدواء، نجيب التحليل ناخذ الدواء مره واحده مع يقولوا ما فهمش ما حدا ماشي الدواء ما فهمش صدقني شنو بالفلو يا مريضه بالقلب، انا مريضه حشك بالروماتيز تعديه مره في الجمعه بار استعجالي بار استعجالي. قداش تمشي استعجالي بالكورونا؟ انا نقول مرض يا مريضه عندها حشك قد زيت تعدان ولا ما نهزهيش، نشري البلاد بالفلوس ونفلوس معني يكبروا ويحطوا فيه تحليل واحد. علاش نقعدوا ماشيين البلاد؟ علاش نقعدوا ماشيين البلايصه؟ يعملونا وين نحالوا؟ يعملونا وين نصوروا؟ صدقني نهارات خسرت 200000 مشيت طلبت من واحد انا من كثر ما ركبت مشيت نمشي بها عاد علي بالفلوس نمشي غادي. يقول لك الطبيب تو يوم تعدي على القلب بالنسبه في البلاد لا قالها ما عادش نعدي خاطر ثم كورونا. ايش بيه ثمش كورونا ما تموت العباد؟ المشاكل اللي فيه ناقص كل شيء، ما حتى الاجهزه من داخل ما هاش به، من الحيط طايح مرتين في الجمعه التعديل. حاله 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 حاله
وناقص تجهيزات الكل. خليني نشد واحد المريض بالدم والسكر ما يجيش. ترى بيتنا حسنون المستوصف. كنت تابعت معنا عينة من وضعية منطقة الباتن. سي حاتم مرحبا به. خلينا ناخذوا فكرة سي حسين، ناخذوا فكرة على المشاكل في الباتن. ده المشاكل في الباتن عديدة ومتعددة. اتصلنا بالسلطة الجهوية، يعني طلبنا في آخر مرة طلبت من سيد ولي القيروان جلسة لتحديد المشاكل وحل حلتها يعني وجود حلول لها. من ذلك يعني من أول المشاكل يعني في الجهة عندي مشروع يعني البريد، هي يعني عنده عام 3 شهور لحد ساعة، يعني مركز البريد والباطن عاطل لحد هذه الساعة. المستوصف الباطن أي للسقوط، يعني في روبوتاج تشوف كل حالة هذيك اللي عليها يعني حالة مزرية. كذلك لله محمد رسول الله ربط يعني منطقة سبري 1 سبري 2 وسبري 3 بماء صالح الشراب لحد الساعة مشروع ويقف. التنوير العمومي حاليا عام وشهرين، التنوير العمومي يعني في منطقة الباطن مقطوع لحد الساعة. لله محمد رسول الله. عديدة هي يعني الفضليات، يعني حالة مزرية في عمالة الباطن، حالة مزرية. كذلك مشروع الصرف الصحي ننتظروا فيه لحد الساعة، وإن شاء الله تحل المشاكل هذه. سي رضوان، أكيد عندك فكرة على أهم هالمشاكل اللي تعيشها المنطقة. كنت حتى تبعنا مع بعضنا عينة صغيرة من الوضعية اللي تعانيها الحقيقة منطقة الباطن، وأنا كنت عينت، كنت تنقلت لمنطقة الباطن وبرشة إشكاليات. شنو تقول؟ أي هو الحقيقة مشكلة منطقة الباطن، ولكن منطقة الباطن يكون فيها بحدة أكثر من غيرها. الحقيقة فيما يهم البلدية خص اختصاصها، معناها اختصاص البلدية اللي هو رفع الفضلات هذه الام تاع الأبجدية، ثم التنوير الإضاءة العمومية، ثم الطرقات. هذه تقريبا مجال تدخل البلدية اللي تحدث فيه المستوصف ومحطة التطهير جهة أخرى. الحقيقة هو في المناطق التوسع هذه في التصور متاعهم اللول أنه كل منطقة أو كل عبء يضاف للبلدية يزم يقابله من الدولة ما يكفي من الاعتمادات باش نجم تجابة هذه، لأن هي مش أضيفت لها أعباء ولكن دون مقابل، لأن المناطق هذه في العادة هي مناطق محدودة الدخل. الأداء البلدي حتى إذا كان ثم أداء هو ضعيف في حد ذاته، ولكن لازم نعرفوا اللي مثلا 19 متاع المطالبين بالأداء مش قاعدين يدفعوا فيه، والبلديات ما عندهاش إمكانية معناها وسائل قانونية لإلزام الناس هذه، بحيث لقينا إحنا في إشكال. هما المواطنين يتطلعون، وخاصة دخل البلدية وقعت الحملة الإعلامية خاصة في الحملة الانتخابية على أساس أنه دخلوا البلدية وسيتمتعون بالخدمات البلدية، وإحنا على أساس حتى كوعدناهم ببعض الأشياء على أساس أنه ثم حسب القانون والمجلة الجماعات المحلية أنه ثم اعتمادات ستنقل للبلدية من المركز باش تجيبها. هذا ما وقعش منه حتى شيء إلى توا، قريبا نغلق السنة الرابعة متاعنا تقريبا مثل ما شاء. الحاجة الوحيدة اللي جات هو أنه اعتمادات بقيمة 1.7 مليار لكامل المنطقة البلدية، مش كامل الباطن كله، ما ندخل كله، معناه نبدأ من الخزازية والمتبسطة والباطن بكل مكوناتها. معناه نقول المتبسطة معناها ذراع تمار والغابات والمرزيق والكل، والمخزازية بالحمباز، وهذه كلها بعثونا احنا على الورق الساعة حتى التوى 1.7 مليار، معنى ما خيرا ما نعملوا بهم شيء إلا الحاجة الوحيدة اللي النجم نقدموا بها خدمة لكافة المناطق هذه أو لأغلبها هو شوية إضاءة عمومية. احنا جانا الإشعار توى من أشهر قليلة، دوما جانا الإشعار بتوفر الاعتمادات، انطلقنا في طلب العروض
والأسبوع هذا كان عندنا لقاء مع المصمم. إن شاء الله في الأسابيع القادمة أو في الأشهر القادمة تنطلق مشروع الإضاءة. هذه الحاجة الوحيدة اللي جملها في بقية التدخلات الحقيقة حتى في ميدان النظافة ورفع الفضلات تأخر الوضع متاعهم هما، لأنه كان عندهم خدمة معناها تقام من طرف المجلس الجهوي حولت للبلدية، خذينا الحقيقة زوز معدات وزوز تراكتورات، ولكن الأعوان متاعهم رفضوا الالتحاق، قاعدوا في التابعين للولاية، بحيث قاعدة البلدية هي كانت عاجزة على إزداء الخدمة في 3000 هكتار الأصليين متاعها، لقات روحها في وضع في 47000 هكتار، معناها المساحة متاع البلدية تضاعفت 16 مرة ودون اعتمادات. هما المتساكنين وهم وخيلنا وكل شيء لقاوا روحهم في وضع أسوأ من اللي كان قبل ما يدخل البلدية، وإحنا لقينا وإحنا عاجزين على إزداء الخدمة اللي قلت الإمكانيات. إحنا إن شاء الله طوى في ما ميدان رفع الفضلات في الأسابيع القادمة مش يدخلونا مقاولين جدد، بحاول بس نتفرهد شوية بعض الإمكانيات المادية خاصة الآليات هذوما، يمكن إن شاء الله الوضع المؤمل أنه نحسنوا الوضع ده. تقعد المشكلة متاع الطرقات والبنية الأساسية هذه، ما شوفوا كان في وسط المدينة أو في المناطق التواسعة دي البلدية كلها بدون استثناء عاجزة على هذه. احنا عنا لقينا وقت اللي جينا لقينا مشروع سبقنا اللي هو ممول من طرف دولة على محمول على ميزانية الدولة في 1,100,000,000 في الباطن ومليار في المتوسطة، والمشروع جاهز مقرطس معناها من الناحية الفنية كامل، يستنى في الإذن نهار اللي تتوفر الاعتمادات من غدوة مش في الأسبوع اللي بعد يخرج بحول الله طلب العروض. هذا الحقيقة نستناه في توفير الاعتمادات من الدولة، لأن وضع البلدية توا كلها وخاصة بلدية القيروان وضعها المالي لا يسمح لها بأكثر من هذا. كما قلت لك أنه 19 متاع الناس المطالبة بالأداء ما يدفعوش، مساهمة الدولة قاعدة من عام لعام تتقلص، فدونك الوضع صعب. احنا توا مثلا الستيج تحب نعنا فوق 5 مليارات، معنا وكان تحب تسترجع مصاريفها تتبيع لنا المنقول وغير المنقول، وهات هذاك. دونك الوضع صعب، احنا نحاولوا بالامكانيات الموجوده باش نقدموا خدمه. ان شاء الله المؤمل في الايام القادمه كما قلت لك الوضع رفع الفضلات يتحسن شويه، اما اكثر من هكاك الحقيقه كما فسرت لك الوضع يزم ثم اراده معناها سياسية باش توفر الإمكانيات للبلديات أو إعادة الهيكلة كاملة، إعادة النظر في الوضع اللي تعمل هذه توسيع البلديات يمكن ما كانش مدروسة بالقدر الكافي، إعادة النظر في الموضوع الكل وشوف هذايا مع إيجاد بلديات مستقلة كما الباطن مثلا، بلدية في الباطن بلدية في المتوسطة، أو إعادة هيكلتك إعادة إحياء المجالس القروية بصلاحيات أكثر وإمكانيات أكثر. سيرة ثوين خلنا نرجع معك لنقطة مهمة تعتبر مهمة برشا واللي هي التنوير. تنوير نعرف اللي طريق الباطن طريق حي اليوم سيحات يقولك عنده أكثر من عام تقريبا طريق ظلمة في الليل منقطع. تعرف أنت معناها تنجم تصير فيه برشا مخاطر كما الحوادث الطرقات كما حتى على المواطنين. اليوم المواطن من الجمش يخرج في كياس يبدأ ظلام كل من الجمش يخرج، فماش إمكان معناها نية أنه على الأقل خلينا نشوفوا هالمشكلة متاع التنوير على. وتعرف أنت توا قادمين على شهر رمضان المعظم، تعرف ديما في الليل يخرجوا للجامعة ويخرجوا يحوسوا، على الأقل تبدأ التنوير تتفضل أشكال متاع التنوير. هو المشكل الوحيد في التنوير اللي على بالي هو في الطريق الرئيسية، الطريق الرئيسي في الأحياء الداخل في الأحياء الداخل ما ثماش ما عنديش مشاكل حتى هي روش كلي سمح السيد فضل ما عنديش. الطريق الوطني رقم 3 هي عند الطريق المرقمي عند التجهيز، وصلنا للتجهيز راهو الإشكالية التوضيح ما هو فماش حتى شيء. جينا للبلدية قلت البلدية ما عادش متاعي، طلع صحيح
هي طرق الطريق الوطنيه رقم 3 الطرق المرقمه عند عند التجهيز. التجهيز مشينين ولا مش عندي راي الاشكاليه المسؤول التجهيز باش عندك مشكله بالح... اي ليه مشكله ما فماش تجاوب كل واحد يعني طيش الكره لهذيك هذيك مش تابعني برا لذيك هذيك امشي لذيك بقينا نحن عام حاليا عام وشهرين فهمتني كيفاش ولا رجعنا التنوير العمومي مقطوع مع العلم اللي اليوم مثلا الرومبوار باتن هذاك يعني الطريق الوطنية رقم 3 يجب يكون فيها أمن يجب فيها حاجة كيفاش الأمن غريك يمشي قبلك في الطريق الوطنية رقم 3 اللي من هكا زيتون ومن هكا يعني مهدد بحياته حتى الأمن يمشي قبلك غريك ومش يحرسك ومش يعني مش يحرسك أنت ما فهميش الإمكانيات باش يحرسك عندنا كذلك الحي العسكري غاديك حبيبي نحن اللي يمي صايرة عملية إرهابية في ولاية القيروان هذيك شكون هذيك مهدد الحي العسكري راه هذاك في الوقت الحاضر ما فماش تنوير عمومي يا سيدي غاديك كيفاش فهمت سيدي لهنا وكان تسمع سي حادم وانتم جيتوني في الموضوع لا صحيح سي رضوان ورغم انه هو تبع اجتهد سي رضوان احنا الحقيقه اجتهد بالسبل اللي عنده كل لا. واحد راه يعطيه حقه اي مسؤول اجتهد راه يعني تمشي راه مش يعني في وجه نشكر فيه اجتهد بالسبل اللي عنده لكن بقينا مع التجهيز انا ننتظر لحد الساعه رغم انه التبع للتجهيز هو المشكل هو فيه هدايا اللي فيه العداد نتاع الضوء اللي يزود الطريق هذه بالوحده تحرق وتحرق من اجل جراء معناها ربط عشوائي من طرف احد المواطنين غادي وكثر عليه الاستهلاك حتى نتحرق احنا رغم اللي مش تبعنا مش رغم ذلك اتصلنا دخلته اي في استهلاك باش خشيد ما يسالش اعطينا حسبونا على البلديه ونعرف غدوه مش يجي نهار انه مش يرجع البلديه قلنا ما يسالش ناخذوه على عهده البلديه ولكن عند التو قداش من شهر ننتظروا باش الاستهلاك تعطينا عداد للبقعه دي والبلديه مستعده باش تاخذه على عاتقها وتاخذ معنا ثم اجراءات الحقيقه الغلطة وحتى مش نلوم مسؤول آخر وكل شيء ولكن هو زاد بيده مكبل بإجراءات قانونية ما ينجمش لأنه ثم هذا عداد باسم معناها معمول باسم التجهيز باش يبدلوا باسم البلدية لازم التجهيز الصحة معناها توافق عليه ثم احنا لازم نقبلوه هذيك الإجراءات هذه البيروقراطية ولكن هي لازمة لأن ملك عمومي هذه مجعولة لحماية الملك العمومي ولكن تعطل في نفس الوقت شكرا لك سي نزار المنطقة وربطها بلوناس شكرا بالنسبة لمنطقة الباطن هي حقيقة مزودة توا بشبكة عمومية للتطهير تم إنجازها سنة 94 من طرف المجلس الجزائري وقتها كان الباطن هو مجلس قروي عام 94 مجلس قروي خدم ثلاثة مناطق في ولاية القيروان اللي هي الباطن والعلم والدلوسي الشبكات هذه قاعدة ترجع بالنظر للمجالس الجهوية وتستغل فيها المجالس الجهوية معناها تدخل فيها هي عن طريق مقاولات من عام للعام وين يصير بروبليم تدخل فيها المجالس الجهوية الحقيقة ملي ولات هي تابعة منطقة بلدية تابعة قروان تم برمجتها في إطار التطهير المناطق الريفية بالديوان الوطني للتطهير عندنا ثلاثة مناطق إن شاء الله مبرمجين في ولاية القيروان منهم منطقة الباطن طب احنا في مرحلة اعداد ملف طلب عروض تم الاعداد تعطلنا شوية في اعداد ملف طلب العروض لخاطر تحويل المياه المستعملة من منطقة الباطن الى ولاية القيروان يتطلب محطة ضخ تعطلنا حقيقة ما يقارب العامين واحنا نلوجوا على موقع لمحطة ضخ حكم الاراضي غادي الاراضي كل اشتراكية وتعذر العثور على ارض الا ما مواطن قدم هبة لبلدية القيروان وبلدية القيروان احالتها للديوان باش وفرت لنا الارض ما لقينا من عند شكون نشريو ارض ما نجمناش نشريو ارض معناها الاشكال العقاري صعيب شوي تو الارض توفرت والتمويلات موجوده وملف طلب عروض جاهز وبرمج ان شاء الله في الايام القليله القادمه يتلنص على لابيل دافور وننطلقوا في الانجاز ان شاء الله من هنا للصيف بحول الله يكون المقاول ان شاء الله ينطلق في الانجاز هو اللي سهل عمليه التحويل منطقه الباطن علاش نقولوا الباطن خذات المشروع وغيرها ما خذاش مشروع اللي سهل لنا عمليه الربط هي المشروع اللي سبق اللي هو تهيئة المنطقة الصناعية بطريق الباطن هذاك معناها سهل علينا برشا إن دفعنا على مشروع الباطن وفكيناه لخاطر الباطن تو تربط على المنطقة الصناعية بطريق الباطن والمنطقة الصناعية في حد ذاتها هي قاعدة تحول في المياه نتاعها تو إلى مدينة قيروان دونك خلاصة القول ان المشروع هو الحقيقه مبرمج وان شاء الله في القريب العاجل ينفذوه هذه ها وخبير به هي الوضعيه الحاليه الوضعيه الحاليه هي صحيح وضعيه صعيبه برشا وضعيه صحيه خايبه ياسر احنا الحقيقه توا ديما جينا التشكيات من 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 المتساكنين
على الاقل احنا كديوان في الوقت الحاضر ما زالت المنطقه مش تبعتنا، لكن ما نجموش نخليو الوضع كيف كيف. على الاقل وين يقع ديبوردمون في الاحياء في الطرقات بحذا المساكن قاعدين ندخلوا بالمستطاع، اما باش ندخلوا ونفرغوا البير ونحيوا الاشكال نهائيا فنيا ما يتنحى الاشكال نهائيا كان بالمشروع اللي هو حارسين عليه ان شاء الله استنينا برشا اللي نبشر به اهالي الباطن. اني نقول لهم المشروع تمويله موجود، مول من الوكاله العقاريه لافدي اجونس فرونسيز دو ديفلوبمون، دونك التمويلات موجوده، ملف العروض جاهز وباش تخدم اون باراليل في نفس الوقت الباطن والعلم والدلوسي ثلاثه مناطق باش تخدموا. الكلفه في حدود 7 مليون دينار لثلاثة مناطق، معناها مشروع ضخم إن شاء الله. مبروك على أهالي المناطق هذية ونفضوا بها مشاكل بيئية إن شاء الله، والعاقبة إن شاء الله للمناطق اللي مازالت، خاطر مازال عندنا برشا مناطق في القروان تتطلب التدخل، والله غالب بلادنا نمشيو بسياسة المراحل ما نجموش ندخلوا معناها في المناطق الكل فرد وقت. هي بالحق مشكلة خاصة الإجراءات الإدارية ذي واللي تعقد الحقيقة تعقد مشاريع كي من هكا تبقى بالعام وبالعامين، مشكلة بالحق مشكلة. المواطن ما يقول لك توا عام اثنين ثلاثة وعنده الاشكال هو بيدو ما تحركش، ما فماش النية متاع الانجاز، ما فماش هذه اللي تخلق نوعا ما، هي خلقة انعدام الثقة بين المواطن وبين الدولة وبين السلطة. لكن في بعض الأحيان المواطن مش أيس، يعني ساعات حاليا في أي مات الباطن نقول في الدائرة البلدية بالباطن عبيد، يعني لا يصعب ياسك كان يصير المشروع هذاك، لأنه سمع عديد المرات هو أو شر هذا أو شر اللي بعده، لكن ما فماش على سيرتيرام سين سمعات من 2011 هو ينتظر المواطن ينتظر من 2011 ان شاء الله يصير. نحن نقول الخير كما هكا وشكرا لكم سي نزار كما على الاجتهاد وسيد الامانه. راه ما نجموش نقولوا المشروع راه تبرمج سنه 2011، المشروع تبرمج في المخطط السابق معناها سنه 2017 تم اقرار المشروع اللي سبق سين اتعرف يمكن احديث وقع قبل ولا فرقات السيره دي حديث علاش تكمل 2011 من 2011 اللي يجي يصير ومشروع مش تعمل، يعني هي كان هذا يصبر في هذا فهمت كيفاش، ولا بقينا نحن ننتظروا في الامر هذاك. ان شاء الله احنا ما يسيرش نبدا 2022 ان شاء الله يسير المشروع. هو بعد ذلك سي حسن المناطق الريفيه هذوما الممولين في الوقت الحاضر في الجمهوريه التونسيه هما تقريبا 82 منطقه، واول ابل دوفر باش يتلنص بحول الله هو ابل دوفر قروان من 82 منطقه، معناها كي نقول التمويل نتاع الارض هذايا مازال ما تصرفش منه دينار، معناها نحب نقول راهو المشروع مازال يستوفى اجراءاته، مازال معنى اجراءات القرض، اجراءات المصادقه على القرض، الضمان من الدوله، انا اجراءات يمكن انا بيدي هاني امون نيفو ما نجهلها، خاطر على مستوى حكومه وعلى مستوى وطني دونك المواطن لازم يفهم اللي فما حاجات الله غالب راهي تاخذ شويه وقت في الاجراءات نتاعها. هي راهي كان تسمح الاجراءات هذه راهي هي جعلت لحمايه المال العام في الاصل وفي الموجوده في الدول الكل بتفاوت بالطبع، ولكن هي في نفس الوقت بالطبع تعطل، وخاصه انه الوضع العام في البلاد في خاصه في العشريه هذه ما كانش يساعد على معناها سرعه الانجاز الوضع الكل، وخاصه الوضع المادي للمقاولين، خاصه للمقاولين عندنا العديد من الاشكاليات انه هما بيدهم في نفس الوقت كما يقول جورا بورو ايفيكتيم معناها ضحيه، وفي نفس الوقت ويقاسيو زاد من وضع مادي زاد هما بيدهم صعب، بحيث هذه كلها فوق البيقراطيه ثم الوضع العام نتاع المقاولين وكل شيء زاد هذا زاد عطل سير المشاريع، وكان استدعوني مره على المشاريع نتاع البلديه ان زاد هذا معطلنا. دونك ثم ما نقعدوش بدنا نسبوا في الاجراءات، راهي الاجراءات معموله لحمايه المال العام، غير يلزم التعامل معها بشويه ذكاء باش تحلحل شويه. نخرجوا فاصلوا بعد نرجع. كنا تشغلنا تحديات اليوم بتاعنا واحنا معكم باش نسمعوكم ونوصلوا اصواتكم للمسؤولين. مع المواطن برنامج اسبوعي يهتم بمشاغل المواطن ويقدم الحلول بحضور المسؤولين على الحياه فهم. باش تتفاعلوا معنا كلمونا على 70 035 120.
مع المواطن كلمتك مسموعة. نعطيك مثال سي رضوان في منطقة رقادة، المقاول خدم طريق بعد ما حفروا مشى، صارت الامطار الاخرانيه هذه، الصعوبات اللي لقاوها المواطنين باش انهم يتنقلوا، باش هذه زاد من الحاجات الحقيقه اللي نعرفش، انا مقاول يجي يخدم الطريق يحفروا ويخليه يمشي، هو من يتحمل المسؤوليه؟ ما هو ثم وضعتين كيش قلت لك، المقاولين هم سوسون دي بوروي دي فيكتيف في نفس الوقت، معنا ضحايا ومجلدين في نفس الوقت. هما الحقيقة ثم ظاهرة زادة موجودة من قديم الزمان عند المقاولين أنهم يتعمدوا يدخلوا على مشاريع بأقل من التكلفة متاح، فهمتني، على أساس أنه باش ينافس غيره باش يتحصل هو على المشروع، ثم ممكن ينوي على حاجة أخرى، وكي ما يلقاش يروحه في الحكاية دي يعمل حساباته بعد انطلاق المشروع، كي يعمل حساباته ويهز آلياته ويمشي. هذه الأولى، هذه هو السبب في المشاكل، هذه تعملت لنا العديد من المشاكل. وعطلة الوضعية الثانية، الوضعية الثانية كتسمح، الوضعية الثانية أنه هما زاد بيدهم مش قاعدين يخلصوا من عند أصحاب المشاريع، مش ما نقولوش زاد هما زاد كاش قلت في وضعيه صعبه ماديه وماليه صعبه، لانه هم بيدهم تسال اي مقاول يقول لك عندي 500 مليون عند اصحاب المشاريع، معناها اللي هي الوزارات او الدوله، معناها فهمتني، عندي مليار، ثم اللي عنده حتى عديد المليارات، وهذا زاد يكون مشكله وعدم ثقه زاد ما بين الاداره والمقاولين. هذا باش نعطيه، هذه اسباب الانقطاع الاساسيه في المشاريع كيفاش تبدا وثم ينقطعوا على العمل. خليني نسألك سؤال، انتم كبلدية اليوم وقت اللي مقاول تتعاملوا معاه باش يخدم مكان معين او طريق معين ويخلف شنو تعملوا انتم؟ تاخذوا في اجراءات ضد الناس هذوما، تقدموا بهم في قضايا، تشكيوا بهم؟ بالطبع هي وقعت العديد، هو ثم حالتين، اما نقعدوا نسيسوا فيه بشويه بشويه حتى لي نعرفوا مثلا في امل، كي نعرفوا ثم امل باش يوصل المشروع الى نهايته، ولكن باش ببعض التاخير المعقول ان الحقيقه نحذ يوم بشويه بشويه حتى لي نكملوه. وقعنا هذا مثلا في الارباض، عن المشروع نتاع الارباض مازال كيكمل توا، تعطل اكثر من زاد اكثر من عام او عام ونص على الوقت المحدد ليه، والحمد لله توا هانو في اللمسات الاخير. ثم مشاريع اخرى ما فيهوش امل، او هو بدو يبعث يقول لك راني صايبه، كما اللي وقع توا في وقع قبل في المسبح مثلا، المسبح انه خذاه المقاول الاول ب 13 مليون، معناها مليار و300، ثم كعمل حسابات وبعد الاجراءات وعباد تستنى وكم طلب العروض واشهر هذه خذات، تخلى قبل ما يبدا في الاشغال، ما بركي كي تخلى قبل ما يبدا في الاشغال بقي الحمل اخف. هذه عطلنا جي 6 او 8 اشهر حتى لين سكرنا الملف هذاك الكل وحلينا ملف اخر في طلب عروض اخر، اللي هو من 1300 نقز للمليار و800 او المليار و900. هذه الوضع، دونك احنا ديما ما بين نارين، نار الفسخ نتاع العقد هذايا نتاع الصفقه هذه، واللي هي الفسخ نتاعها، وخاصه اللي كان تكون الاشغال انطلقت فيها اجراءات معقده، وديما الاجال نتاع عام عام ونص باش تنجم تصلح الوضع وتنطلق في صفقه اخرى. والا النار الثانيه ان تقعد تحذي فيه بشويه بشويه وبشويه ضغط وشويه كما نقولوا بكري بالممسه والقدومه، ضربه ممسه وضربه بالقدومه، حتى لين نكملوه بتاخير كبير على اللي كان مقرر قبل. ثم عندنا مشهد هي نتاع 6 اشهر ضربت عامين وضربت اكثر حتى من عامين، عرفتني، وساعات ثم زاد اشكاليات تقنيه تحدث في اثناء المشروع، زاد تعطل وتغلم الكلفه نتاعو. هو الحقيقه وقيت باش نخرجوا من هالدوامه هذه. يحضر معنا سي محمد انيس الجزاح، رئيس اقليم الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه بالقيروان. اهلا وسهلا سي محمد. أهلا مرحبا بكم سي حسين، تحية لكم ولكل مستمعي الحياة فهم. مرحبا سيدي، منعرفش كنت تسمع فينا ولا تابع فينا، منطقة الباطن سي محمد.
نسمع فيك سي حسين. به نحكيو على منطقة الباطن وربطها بمياه الصالحة للشراب. عنا منطقة السبري واحد، منطقة السبري اثنين. نسمع فيك سي حسين. اي اليوم للمواطنين يقولوا مشكلة الصونات اني ما قامتش بالواجب نتاعها. واضح كانت واضحا واضح بربي. بالنسبة لمنطقة الباطن هي منطقة معناها تنجم تقول 90% منها متزود معناها عن طريق الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. مؤخرا زاد كيف كيف زدنا تقريبا 7 تجمعات معناها كي يتبعوا الباطن في اطار برنامج التنمية المندمجة. كيف كيف معناها تم تزويدهم تقريبا قرابة معناها 100 عائلة تم تزويدهم معناها كيف كيف بالماء صالح للشرب. فما المواطنين اللي تقدموا مطالب وتم دراستهم وخلصوا وتم معناها انجاز حتى التوصيات نتاعهم، وفما مطالب الحقيقة في انتظار معناها عملية خلاص من المواطنين غاديك باش نجموا نقوموا بعملية الانجاز. سي انيس اللي عندنا معناها في في البنك هاو معاك سي حاتم المجري باش يدخل معاك سي محمد ويتفاعل معاك. تفضل سي انيس. مرحبا سي حاتم. مرحبا بك. خليك احنا نحكوا على عماد منطقه الباطن جيست راهو على المشروع السبري واحد والسبري اثنين والسبري ثلاثه اللي اخر مره يعني جانفي تم يعني كملوا يعني المشروع، لكن ربط العائلات يعني الديار باش نربطوهم بالماء الصالح للشراب لحد الساعه اللي هما ثلاث اماكن هذوما لحد الساعه ولا مواطن تمتع بالماء الصالح للشراب. مع العلم اللي هي التراخيص يعني اتصلنا بالسيد رضوان بودن وكان متساهل معنا ويعني وعاجل يعني في الموافق في التراخيص يعني الثلاث احياء هذوما، لكن لحد الساعه عمليه الربط ما صارتش. هو تو كيما كنت نحكي وقت التجمعات هذه تم معنا دراستها وتو حط معنا حطت فيها شبكه كان لا الشبكة نقص كان الربط نقص كان الربط كان فما شوية معناها إشكال متاع الملفات ما قصرتش البلدية معناها قالت معناها نعتمدوا الوثائق هذه وتفضل إشكال هذه. فما القطب الحرفية والمواطنين قاموا راهو بعملية خلاص، لكن العديد منهم الحقيقة إلى حد نهار اليوم ما تمش معناها عملية خلاص. معناها فما ملفات الحقيقة جاهزة لكن ما تقدموش للشركة لأن مقر إقليم وخلصوا راهو سيانيس. إذا فما معناها ملفات خالصة ما فما حتى اشكال معناها نعطيوها المقاوله المكلفه بانجاز التوصيات هذه الجديده وقوموا بها. راهو سي انيس راهو المواطنين اتجهوا راهو للشركه يعني للشركه الوطنيه لاستغلال المياه هذيك جو هذيك، لكن هو استنى 10 ايام عندهم تو حالين من جانفي يمشوا استنى واصبر. عليه ما نستناو اذا تقدموا بلا بيت. هما سي حاتم يقول لك راهم مش الكل مخلصين. شنو الاشكال؟ ما فهمتش. اشكال راهو هما يستنوا ما ريتش يا سي انيس راهو الاشكال المواطنين اتجهوا راهو للشركه غاديكا جوره للشركه المسؤول اللي موجود في الشركه راهو مازال ملفاتكم مازالت ما درستش راهي مازالت الملفات نتاعكم لليوم هذه راهو فما مواطنين اليوم جو للشركه غاديكا مشوا للشركه لكن اللي مازال راهم هم او اساميكم موجودين اصبر شوي لنا يعني نعملوا الدراسه. احنا نكونوا متاكدين حتى اذا فما ملفات معناها ما تمش دراستها نسرعوا فيها. اما المفيد معناها تكون فما عنده ملفات موجوده معناها بالشركه فقط. فهمتك. فهمتني. هذا يكونوا متاكدين منه الملفات الموجوده والوثائق معناها مريكا يكونوا متاكدين معناها في القريب العاجل معناها في القريب ان شاء الله يجيو للخيان معناها المواطنين ويقوم خلاص معناها ما عليه ونزودوهم بالماء ما فما حتى اشكال. ان شاء الله. السريع هذه كملت. بالعكس احنا كشركه معناها لازم نحطوا عليه توصيلات جديده حتى الماء معناها باش يتجدد ما يساعدناش على نحطوا قنوات ومنهم ما نقوموش معناها بالاستغلال. فهمتك. هذا وعد سي محمد هكا على امواج اذاعه الحياه فاب. ان شاء الله في القريب العاجل نلقاو حل الاشكال هذا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا نحاول على الامواج حياه فهم اللي ديما نقولها الاذاعه اللي اسمها جميل هذه واحنا معناها كيما تعرف احنا شركه الصناعه شركه الماء والماء هو سر الحياه معناها اكيد احنا نوعدوكم تو على معناها على المباشر
إن شاء الله معنا قبل رمضان معنا في ظرف الأسبوع الجاي إن شاء الله هالملفات هذه الكل تكون مدروسة ويجي مواطنين لنا يجوز تكون بعد خلاص. واضح، شكرا لكم. واضح في ظرف معنا أسبوع ما يكون عنا حتى شيء، معنا إذا قعد ملف ولاتين إن شاء الله في ظرف من هنا الأسبوع الجاي يكونوا كل حاضرين. بالرغم اللي قلت لك معناها وحتى انتم كي اتصلتوا بي راهو ثبتنا لقينا راهو ملفات معناها تم دراستها جوست راهو خلاص فقط يمكن هم المواطنين السيانيس راهم المواطنين احنا ماذا بينا المواطنين الكل يخلصوا معناها يمكن طلبوش منهم باش يخلصوا مع بعضهم باش عملت انجاز تكون مع بعضها فقط. يعني توا الاشكال السيانيس الخلاص يكون الخلاص كل فقط المواطنين فقط خالصين بقدره ربي في ظرف اسبوع او اسبوعين تبدأوا في الأشغال بتاعك. احنا ظرف أسبوع تكون دراساته بالكل حاضر بدون استثناء اللي عنده ملف عنا في الأحياء اللي تو تم ذكرها سبري واحد واثنين تكون معناها مدروسة في معناها في الأسبوع هذا وآخر أسبوع جاي إن شاء الله. هو اللي كان معنا الممثل عن المواطنين في منطقة السبري واحد والسبري اثنين والسبري ثلاثة، ان شاء الله في غضون اسبوع على الاقل تكون كل الملفات موجوده وجاهزه وحاضره. سي محمد شكرا ليك على التفاعل تاعك. شكرا ليك ونورتنا سيدي. عايشك يا سيدي ويعطيك الصحه وتحيه ليك. الكلنا تشغلنا تحديات اليوم بتاعنا واحنا معكم باش نسمعوكم ونوصلوا اصواتكم للمسؤولين. مع المواطن برنامج اسبوعي يهتم بمشاغل المواطن ويقدم الحلول بحضور المسؤولين على الحياه فام. باش تتفاعلوا معنا كلمونا على 70 035 120. مع المواطن كلمتك مسموعه. رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. باش نمشي توا سي رضوان. سي رضوان، كنت الحقيقه عاينت في منطقه الباطن تقريبا غياب تام لدور شباب او فضاءات ترفيه متاع صغيرات. مواطنين كانوا اقترحوا اقتراح والمقترح جاء من عند المواطنين في بنايه على الملك العمومي واللي هي مغلقه الى حد الان، اللي هي بناية التجمع الدستوري المنحل. اقترحوا أن تكون دور شباب للصغيرات وين يلقاو على الأقل مكان يأويهم، لأنه منطقة الباطن تقريبا خلي سي حاتم غياب تام لكل الفضائيات. 31 عام ولا مندوب شباب جال العماد الدائرة البلدية والباطن اليوم، والفضاءات هذه مهمة ياسر سيربوين. تعرف الدور اللي تلعب الفضاءات هذه وقت اللي نخاو منطقة فيها تقريبا 17500 ساكن ما فيهاش حتى فضاء ترفيهي، الحقيقة مشكل. هما كانوا اقترحوا اقتراح، مقترح انه هو ولو اني ماشي كبيرة البناية لكن حبوا يستغلوها قريبة هي المدرسة تقريبا مقابل المدرسة ديريكت المدرسة الابتدائية الرشيدة. أي المدرسة الابتدائية الرشيد، حبوا كل الفضاء ذاك يكون على الأقل دور شباب للشباب الصغيرات. نعرفش رأيك أنت سي رضوان. كرئيس بلدي ليس لي أي مانع باش في الموضوع هذا، بالعكس أدعمه أو شجعه. المشكلة أنه أولا الفضاء ليس ملك البلدية، ليس ملك بلدي اللي كان تبع الشعب، دونك رجع بصفة آلية لأملاك الدولة في انتظار حتى التصفيه تاعو، فهمتني؟ ولكن احنا البلديه الحقيقه كنا حاطين عليه على اساس مش نعملوه مقر للدائره البلديه، ومشيت رئيسه الدائره الغادي عينته ساعاني شخصيا مع رئيسه الدائره، ثم رجعت رئيسه الدائره وجهزت بعض عوان البلديه وعملوا فيه بعض التدخل اولا سباش لحمايته من بعض المتطفلين والفضولين اللي يستغلوا فيه، وثم وقع بعض الاشغال نتاع التنظيف وكل شيء، فهمت معناها على اساس على امل انه باش نعملوه دائره بلديه. اذا كان راوا المواطنين انه دار شباب ابجل، احنا معاهم نساندوهم، ولكن لازم يتصلوا اولا بالمالك نتاع العقار هذا اللي هو ما نعرفش توا رجع لاملاك الدوله او لجنه المصادره ديك، ثم مع المندوبية الشباب والرياضة والرياضة الواحد اللي هي مكلفة
انشاء او استغلال دور الشباب هذه. واحنا البلديه ندعمهم بحول مع المندوبيه مع المسؤولين حتى كان يزم مع الولايه اللي كانت مع اعتمادات لتخصص المشروع هذا ما راوش معه. لانه الحقيقه وما نعرفش سي نزار يشطرني الراي ولا منطقه كبيره كما منطقه الباطن وما فيهاش حتى فضاء ترفيهي في المنطقه تبعد عليهم انه باش يجيو يهبطوا معناها يمشيوا للمدينه القيروان المدينه باش يلقاو فضاء نتاع ترفيه والا فضاء ولا دور شباب. دونك تشاطرني الراي انه على الاقل دور شباب في المنطقه صحيح. هي تو الحقيقه فقلنا التوسعه نتاع المناطق البلديه الحقيقه ما ترجمتش ميدانيا من جميع الوزارات. دونك كيف قال السيد رئيس البلديه معناها ابسط الاولويات اللي يلزم يوفرها للمواطنين في مناطق توسعة مش منجم يوصلها. فما بالك معناها بالوزارات الاخرى. تو احنا على ابواب وخطط جديد ان شاء الله هالمناطق جديده هالبلديات محظه هالدوائر البلديه المحظه ان شاء الله تاخذ حظها في المخطط الجديد هذا وتكون فما مقترحات فعليا علاش نخمو في مقر كيف هذا يكون دار شباب ما يكونش دار شباب. ان شاء الله انا نتمنى اني نشوف في الباطن دار شباب باتم معنى الكلمه معناها اذا تتبناها الوزاره كدائره بلديه معناها ومن حقها باش يكون عندها الحقيقه منشاه باتم معنى الكلمه. اكيد واحنا مش ان شاء الله باش نتابعوا الموضوع هذا موضوع دور الشباب في منطقه الباطن على الاقل فضاء لانه الحقيقه يلزمهم فضاء وهذا حق من حقوقهم كما الحق الانسان في الماء صالح للشراب وحقه في الصحه وحقه في التعليم حقه زاد في انه الدوله توفر له فضاءات للترفيه. ان شاء الله باش نتابعوا الموضوع مع السلطات المعنيه. سي نزار نحكيوا على اهم المشاريع اللي توا في طور الانجاز من قبل ديوان التطهير. احنا على الاقل ناخذوا فكره على اهم واضح. احنا الحقيقه في المخطط السابق تقريبا جل المشاريع استوفيناها ما عدا مشروع وحيد هو مشروع ضخم. نعطي فكره على المشاريع اللي تم انجازها. تم تطهير مدينة شبيكة وربطها بمدينة القيروان وتبنيها من طرف الديوان الوطني للتطهير. تم تطهير مدينة السبيخة وتجهيزها بمحطة تطهير معناها نسبة التطهير تو في شبيكة وفي السبيخة بنسبة 100% والسبيخة تم تجهيزها بمحطة تطهير خاصة بها وتشتغل المحطة وما زلنا في التجربة بتاعها مع المقاولة تو عندها تقريبا عام اللي حطيناها اون سيرفيس. محطة ممتازة جدا وإن شاء الله تو ديوان الأراضي الدولية قاعدين مع في برنامج مع وزاره الفلاحه باش اعاده استغلال المياه المعالجه في الديوان. عندنا مشاريع تجديد الشبكات مشروع ضخم تم في مدينه القيروان ومشروع كبير زاد في مدينه الوسلاتيه تموا المشاريع بنسبه 100%. عندنا مشروع تجديد القناه الرئيسيه اللي قدام الولايه كان حقيقه كل عام يعمل لنا كارثه قناه قطر 1000 ملم معناها كي تطيح طاحت قدام مدرسه لافيسان عمناه والحمد لله بدون اضرار طاحت في عديد المناطق. هي قناة إسمنتية بدلناها قناة بلاستيكية وتم المشروع بنسبة 100%. معناها عديد المشاريع الحقيقة اللي تمت. مازال عندنا مشروع وحيد اللي هو تطهير مدينة منزل المهيري ومدينة نصر الله. هو مشروع ضخم. مدينة منزل المهيري ونصر الله حاليا تفتقر تماما شبكة عمومية لتصريف المياه المستعملة. زوز بلديات ما فيهمش مترو قنوات. منظومة التطهير غادي هي بالآبار ضياع. المشروع هذا زاد تعطل الحقيقة في دراسة مؤثرات على المحيط مع وكالة حماية المحيط. قعدنا في جلسات متكررة وطولت شوية مع وزارة الفلاحة بحكم المنطقتين هذوما ما عندهم حتى بوان دو روجي كان واد زرود معناها ما عندهمش حتى نقطة لسكب المياه المعالجة كان واد زرود. الحقيقة وقت عديد الجلسات وصلنا أخيرا وصلنا للحلول مع وزارة الفلاحة وخذينا المصادقة على نقطة السكب اللي باش تكون معناها بعيدة على مدينة منزل الميري حوالي تقريبا 11 كيلومتر. احنا في المراحل الاخيره تو نتاع استوفاء الدراسات. نفس الشيء البرنامج باش يكون ان شاء الله بالتوازي مع الباطن لابيل دوفر باش يتلنسى تو معناها فيه محطه تطهير لمدينتي منزل المهيري ونصر الله وفيه تطهير لمدينه منزل المهيري وتطهير مدينه نصر الله بشبكه تحويل المياه الى محطه تطهير. معناها الكلفه الجمليه للمشروع باش تكون في حدود ال 40 مليون دينار. معناها مشروع ضخم هو من المخطط السابق وان شاء الله تو في المراحل الاخيره نتاعو وان شاء الله على ابواب مخطط جديد. اقترحنا عديد المشاريع ان شاء الله اللي ان شاء الله تاخذ حظها ونزيد ننمو بولايه القيروان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تتحقق كل هالمشاريع.
سي رضوان لو انه بشهر بشويه على منطقه الباطن سي حاتم بشهر بشويه على منطقه الباطن استوفيتي حاتم بشكل باطن وباش نمشيو نحكيو شويه على تعبيد الطرقات في لفهاش ايوه لانه الحقيقه بلغني بعض المواطنين وعدد مهم المواطنين وقتاش يتم تعبيدها الطرقات تقريبا من التسعينات تقريبا اي هو انشئ في اخر الثمانينات الحي هذاك وانشئ بالطريقه القديمه وقتها طريقه الاوروبي هذا اللي يسمى الاوروبي المغلف ما كانش دارجة تعمل بما يسمى البيكوش والتريكوش وهذا معلومة أنه معناها مدى الحياة متاعه معناها قليل قريبة جدا هو موضوع التعبيد الطرقات مشكل كبير أو المكلف جدا وخارج معناها طاقة البلديات كلها بدون استثناء غنيها وفقيرها ساعات البلدية توفر كي يفضلها مليار والمرة شوية تعمل حويمة صغيرة كما مازلنا كي عملنا حي الأجنة اللي في وسط المدينة تقريب كلفة مليار ومئتين أكملناه ولكن بقية التدخلات هي تقع عن طريق الدولة دونك الدولة تأخذ قروض وتهيئ الأحياء دي عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني اللي مبرمج توا في القيروان وقرابة ما يقارب 20 مليار في ثلاثة أحياء اللي هو الحجام والمنشية قصة 2 وحي السلام ثم أحياء الصحابي 1 و 3 من 1 إلى 4 1 و 2 و 3 وفي الأصل ده حسب البعض العديد في حكاية الموضوع الحجام والمنشية وحي السلام ما كانش فيهم إشكال بالكل والاتفاقيات وقعت ما بين الوكالة والبلدية وعلى أساس أنه التدخل مش يكون ما بين 20 و 22 الحقيقة بقية المشاريع دونك تعطل هدايا الوكالة اخر زيارتي الوكالة في من اشهر قالوا لي هم مش طلب العروض سيصدر قريبا ان شاء الله احنا نتوسموا انه يصدر قريبا وتنطلق الاشغال في سنة 2022 فيما يخص احياء الصحابي الاسبوع الفائت برك وين جاتنا الاتفاقية الحقيقة من الوكالة لتهذيب الاحياء ذوما أنا أمضيتها ورجعتها للوكالة باش تمضي فيها إن شاء الله تو معناها المشروع على الأقل تهنين عليه معناها مش سينجز بحول الله أما وقتاش هذه المشكلة التساؤل ديما كبير في تونس تو وقتاش الأشغال تبرمج ثم وقتاش تنجز هذه تحقيقا ما قلت لك تبع الوضع العام في البلاد المؤمل أنه الأمور إن شاء الله ستتسارع تحس ثم شوي جديه هكا في بعض في التعامل مع بعض الملفات ان شاء الله الامور تتحسن والصحابي المؤمل خطر التوا الخريطه اللي بعثوا لي فيها ما خطر هذيك كان الاشكال ندرى الصحابي 1 و 2 مش يدخلوا في المشروع او لا الخريطه المصاحبه للاتفاقيه جات تشمل الصحابي من 1 إلى 4 ننتظر الرجوع الوثيقة هذه ممضاة من طرف الوكالة إذا كان رجعت ممضاة من طرف الوكالة معناها تهنينا على المشروع سينجزوا هو كان الحقيقة هذو مبرمجين ما بين 21 و 23 احنا توا هنا في المنطقة الوسطى ممكن مش يفوت الأجل هذه أما على الأقل كيبدأ ما الناس بكري قال لك اللي يستنى خير من اللي يتمنى احنا توا هنا في الوضع نتاع اللي يستنى أكيد هو الحقيقة تعرف الأحياء هذوما صحابي 1 و 2 و 3 و 4 وين نسكن فيهم؟ من ترى فن سير أذوان يسكن في حي من الحياة دوما ويجي شوفوا الحالة متاع الناجي اللي نسكن فيه مشكلة الحقيقة هو الحقيقة هي بالحق هما الحياة ذي الطرقات خاصة في الداخل في الحوم مهترقة على الاخر على الاخر على الاخر هذاك علاش ان شاء الله في أقرب الفرص على الأقل كما كنت أنت من التسعينات ولا من وقتاش تقريبا ما تمش تعبيدهم خدمة الطرقات الرئيسية أيوة الحقيقة أنجزنا وقت اللي كنا في النيابة الخصوصية لقينا وقتها ما زالت المخطط والرغم اللي كان في سنة الأخيرة لم ينجز تقريبا 80% بتاعه هذاك علاش تمكننا الحقيقة وقتها باش لإنجاز وصرف الاعتمادات الكلها اللي كانت مخصصة
من وقتها الحقيقه ما وقعتش ثم اعتمادات اخرى في في الموضوع هذايا. نرجع للوضعيه الماليه نتاع البلديات كلها دون استثناء، وناكد عليها راه ثم 9 شهر من المطالبين بالاداء مش قاعدين يدفعوا، وهذا ياثر على الماليه نتاع البلديات، وذلك علاش مش قاعده تقدم في الخدمه خاصه في هذه، لانه تعبيد الطرقات مكلف جدا، واحنا ماذا بينا يتفاهموا المواطنين انه يلزمهم هم يدفعوا الاداء ثم يحاسبوا البلديه او غيرها من الاجل معناها الجهات اللي واحد. وهذه نقطه مهمه، هذه مهمه جدا يعني، لانه هذه باش يمكن البلديه، كان البلدي المواطن ما يدفعش الاداء نتاعو كيفاش يحاسب على البلديه على الخدمه من غير قادر عليها. وخاصة نحن عنا موضوع آخر هو موضوع رفع الفضلات اللي هو ذا يزد يثقل كاهل البلدية، عنا قاعد نصرف تقريبا في قرابة 5 مليارات كل عام على رفع الفضلات. احنا قادرين بشوية انضباط من عند المواطنين باش نكتفيه بزوز ونص أو بثلاثة ونفضلوا كل عام 2 مليارات، 2 مليارات يمكننا على الأقل من تحسين البنية الأساسية في في الموضوع هذا. سي حاتم هو خبير به مع سي محمد أنيس، سي أنيس الجزائر رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنه إن شاء الله في أقرب الأوقات. كذلك سي نزار، سي نزار كان أو خبير به زاد عطاهم قال أنه إن شاء الله من هنا للصيف قدرة ربي مش يتم ربط المنطقة. سي رضوان زاد خلكم انا ندخل معناها في حدود اللي تسمح لي كبلديا يعني يكون حاضر. باش نمشيو ختام الحصه ناخذ كلمه سي رضوان، كلمه الختام. والله احنا ديما الواحد يعيش بالامل، احنا نأملوا أنه الفترة القادمة تكون أحسن من اللي سبقت لها، كنا عشنا وضع صعب خاصة في البلديات، وهي تجربة أولى أول تجربة متاع مجلس متعدد الألوان السياسية، وكانت صعبة وعشت معناها وعاش العديد من الصعوبات. إن شاء الله هذه التمرين الأول وقع استيعابه، وإن شاء الله المؤمل أنه تتحسن الأمور، وخاصة أنه المركز يولي أهمية معناها أكثر للحكم المحلي، ويمكنوا من الوسائل والإمكانيات المادية اللي تخوله باش يقوم بالمهمة بتاعه ويقدم الخدمات الموكولة به. واضح، شكرا لك. سي نزار كلمة الختام. والله أنا مش أقول إن شاء الله مدام استناو برشا أهالي الباطن، إن شاء الله البرج يجي مع بعضه، وإن شاء الله مع مشروع على تطهير مدينة الباطن إن شاء الله يكون معها مشروع متاع تهذيب وكالة تهذيب وتجديد عمراني، ما نعرفش بتمويله إن شاء الله زاد يجي لبليتو بوسيبل، خاطر تولي الأخرى هما كيستناو الأخرى يتمتع بزوز مشاريع كبار اللي يقلبوا معناها الوضعية إن شاء الله من الأحسن، تولي المدينة مطهرة كليا، معناها تولي بكلها إن شاء الله معبدة، إن شاء الله هما كيستناو برشا، إن شاء الله ربي يبلغ بزوز مشاريع هذوما ورا بعضهم وتجيب نظافة. هو كان تسمع قبل ما تعدل سي حاتم سي غسان، حتى سي نزار يبارك فيه ذكرني بنقطة اللي هو الباطن فيها مشروع متاع تعبيد وتهيئة بمقدار 1 مليار و100، وهو معناها حاضر باش من الناحية الفنية، أو يستنى كان في إشارة الانطلاق وقت اللي تتوفر الاعتمادات، هذا محمول على ميزانية الدولة. الحقيقة كان مبرمج من سنوات، وإحنا مشينا لهم جماعة الباطن وتشاورنا معهم وتفهمنا على المشروع هذا ينطلق. النقطة الثانية أنه عندنا مشروع متاع 1 مليار و70 هذا زاد من حالات الدولة للمناطق المضافة هذه. الأسبوع هذايا أوقع ما إحنا قررنا باش نعملوا به إضاءة عمومية للمناطق الكل هذه من جملتهم الباطن، والأسبوع هذايا اللي فات نهار الجمعة وقع معناها اجتماع مع المصمم المهندس المصمم وعطانا النسخة النهائية للمشروع، إن شاء الله زاد بحول الله ينطلق في الأسابيع أو الأشهر القليلة قليلة جدا زاد مشروع الإضاءة، مش تتمتع به منطقة الباطن بقرابة 300 أو 320 نقطة ضوئية،
وهو الكل فيه 1200 نقطة ضوئية موزعة على 3 دوائر متوسطة والباطن والخزازية. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. سي حاتم شكرا سي نزار شكرا سي رضوان. هذه بشير ان شاء الله ان شاء الله نقولوا بشير خير ان شاء الله للعماد للدائرة البلدية بالباطن. شكرا كذلك لإذاعة الحياة على الاهتمام. شكرا يا حسين وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. احنا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم من برنامج مع المواطن. سعيد جدا بحضوركم معايا نورتونا بحضانا اليوم. نتقابلوا الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج مع المواطن. كنا تشغلنا تحديات اليوم بتاعنا واحنا معكم باش نسمعوكم ونوصلوا اصواتكم للمسؤولين. مع المواطن برنامج اسبوعي يهتم بمشاغل المواطن ويقدم الحلول بحضور المسؤولين على الحياه فهم. باش تتفاعلوا معنا كلمونا على 70 035 120. مع المواطن كلمتك مسموعه.